السلام عليكم جاد، كي داير؟ بخير لاباس. هاني كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله شنو المغامره غنديروا؟ ان شاء الله غنمشيو نزرعوا نحلبوا المعزه. حلبوا المعزه ان شاء الله. واخا مرحبا. وهاد المعزه جاد اسم سميتها مسعوده. انا من الصغر سميتها مسعوده. برافو ما عليك. شو قول لي شحال كتحلب ديال الحليب؟ شي جوج اترو تقريبا. الحليب ديالها فايت ضيقو؟ كي داير الحليب ديالها؟ الحليب ديالها زوين. زوين. وشنو كتعطيها في الماكله؟ الفصة والتبن والشعير. الفصة والتبن والشعير. برافو ما عليكش. يلا على بركة الله غادي نبداو المغامرة. قبل ما تقطع الفيديو شكرا بزاف الناس اللي كتبوا الكومنتار الزوين. قبل ما نمشيو نحلبوا المعزة ديالنا غنوكلوا الدجاج ديالنا وغادي نحلبوا المعزة ديالنا. دابا خوتي وخواتي هادشي غنخرجوا المعزة ديالنا باش نحلبوا. اللهم بارك. يلا غادي تحلب دابا جاد ياك. يلا سير على بركة الله. زر عليها هاتي. شد لي سير. أنا نوريك أنا نوريك. دابا ولات الحصيلة ممتازة. دابا غنشرب هاد الحليب ديال الماعز وغنرد عليكم كيفاش جا. والله حتى ناضي. اللهم بارك اللهم بارك. الحصيلة ممتازة. هاد الحليب هذا ديال المعزة غنخويه هنايا باش انا نقدروا نستافدوا منه الرايب الدراري. انت غتصيب الرايبه جات ديال الماعز باش توريهم كيفاش الطريقه. اي وقت ماشي مشكل في اي وقت. دابا غتعمر حتى لهنايا ونقدروا نستافدوا منها الرايب. العوده ديالنا اجي نكملوها بالحليب جات داكشي اللي باقي فيها. انت شد ليا. انت اللي شد ليا. يلا سير. هيدو وحده هيدو هيب شويه هيب شويه. نقدروا نستافدوا من هذا الشيء. كنقدروا نديروا اللبن الزبده جميعهم كنقدروا نديروهم بال شمو الاخوان. الحليب ديما منين يتحلب خصو ضروري يتصفى. دابا راه كنديروه في القرعه ولكن من بعد ان شاء الله غادي نصفيوه. الا داز فيه شي زغبه ولا شي حاجه كتحيد ضروري من التصفيه ديال الحليب الخوت ديال البقار ديال الماعز ديال اي حاجه. سبحان الله العظيم خصو ضروري يتصفى. المعزه عطاتنا حليبه وغنعطيوها الخير اللي دار فينا. نعطيوها الماكله ديالها كتاكل بسرعة. الشعير اخوتي مزيان الحيوانات. شعير بلدي وكيدير حتى الحليب. كيدير الحليب كيقوي المناعة كيفي بزاف الفوائد اجاب.
غتكون النهايه ديال الفيديو ديالنا. ما تنساش دير معكم واحد لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس، بس يلا وصلت كل جديد. يلا.